كلام كتير. هسي الآن من فوربرانا في تهرجات كبيرة جدا للجنينة، عرفتها؟ الكلام ده للمعلومة. اوكي تمام الله تمام تحياتنا، تسلم، اطلع من عندك هناك ناس الجنينه. السلام عليكم ورحمه الله. في تحركات من خور برنا، والناس تكون جاهزه، والناس تزيد اسلحتها وتخليها جاهزه، واضرب ضربه من حديد كده كده انت ميت كده. الزور الجايك ده اصله ما مخلوق من سكه حديد. الطلقه بتاكله بتاكله صح؟ هي اضرب ضربه من حديد لو ضرب بها جبل اللي صار تراب. تفضل حبيبنا في اللايف، تفضل. طيب شبكتك تعبانة، انفصال بس، انفصال بس. تحياتنا تحياتنا. طيب في واحد هنا طيب الدعوة يا جماعة مفتوحة، الدعوة مفتوحة لأنه الساعة 12، أنا بقفل اللايف، باقي لنا ساعة، ساعة ده نحن بيكفينا كافي لأي زول، ولو ما لقى دعوة إن شاء الله ليه بكرة، لو حيين من الموت يعني، مش بكرة، بكرة بإذن الله لو حيين من الموت ربنا أمد في عمر. طيب هنا دعوة، انفصال بس قدام، انفصال بس، انفصال بس. تحياتنا تحياتنا. طيب ما في دعاوي، في زور كاتب دعوة لكن هنا ما عنده كاميرا، في زور أنا أديته دعوة هنا لكن أبى يظبط معه. في ثلاثة، في نفرين ولا ثلاثة نفر خشوا معي وطلبوا برامج، أنا ما أعرف خاصة شنو. يا هلا حبابك يا احمد، تقدر حبابك شنو؟ طيب يا اخي مرحبتين والله، يديك الصحة والعافية، الله يخليك يا اخي. تفضل. تحياتنا وقدام، بس اقسم بالله العظيم احنا بعد كده شفت مر العرب ده، اقسم بالله قد احمر تالو جبل مون تجونا شفتها في يا اخي، ما دارين تجونا بس بعد كده تعالوا يا اخي حاجه زاده. احنا زمان الناس بيجوا خامنا بالخلا، لكن بعد كده احنا نقوم بالخلا وقدام، بس اقسم بالله قد حد احمر، اقسم بالله قد وقاعدين راكزين بس. تحياتنا اي يديك العافيه حبيبي، بس وعندي راسل لي رقمك الخاص، عندي هنا اقدر ارسله لك، عندي فيديو اقدر ارسله لك، لكن انت اوكي خلاص. والله يا اخي شيلتك برا. انا ما عندي رقم خاص لانه ما بقدر بشتغل باثنين واتساب، نفس الواتساب ده بس هو اللي فوق، ما بقدر لانه عملت واتساب لكن لقيته لكن ما بقدر بشتغل بتلفونين. تلفون ذاك ذاته ذاك مجدوه هناك. طيب الدعوة مفتوحة يا جماعة، الدعوة مفتوحة عشان نناقش. في تحركات تاني في معسكر زمزم، كويس، تاني إلى معسكر زمزم. ناس معسكر زمزم، هوي قال لكم صحيح يا جماعة، هي يا هو ده في قال لك تحركات تاني إلى معسكر زمزم، هوي قال لكم جاهزين يا جماعة، خليكم جاهزين، أنا بركز هنا في التعليقات عشان لو في أي حاجة. طيب طيب الدعوة مفتوحة يا شباب، دعوة مفتوحة. يا عمر يا اخي، أبابك الله، اخبارك صار ان شاء الله كويس؟ الحمد لله، تفضل. هاي الخبر لسه قبل شويه ده عشان الناس خليه يكونوا في الواقع، لانه التحركات دي طبعا لازم الناس مورنه وناس حبيله وناس ماسكرنوس لازم يعملوا صعبهم، يعني لازم يربطوا شوارع، عشان لازم الحاجات دي طبعا معروفه، طبعا هم اصلا يا راجين في الجنينه هناك، يا كمان يعني كان ايام ده كان بيتكلم عن مورنه ذاته، لانه الناس دي خليه يكونوا واعيين. لو هسه في ناس متعبين من مورنة خليه يكون واعيين، لانه الناس دي خطيرين، ممكن شنو اقرب وقت ممكن يهاجموهم، عشان الناس هسه ايام ده كان كويس، يعني ناس كان ماشيين توب وكده، لكن هسه ايام ده عندهم زي يومين كده ناس نايمين شويه، خليه او شويه. نعم ايوه تحياتنا، خاصة الناس كريدت، يعني هم يعني خليه او كويس يعني. نعم انا في زول كمان قاعد بكتب هنا، شايف قال رد لي 30 دولار، قال رد لي 30 دولار عشان ما يقعد يلخبط لي انا ساكت امور يا زول. قال شنو؟ ما 30 دولار، قال قبل ما جاب فيديو بتاعك ويتكلم انت بقول ما لقيت الفيديو 30 دولار. قال شنو؟ هاي قال لك، قال لي انت احمد كسل، قال انت كنت تتكلم عن فرنسا، ما فرنسا يعني انا ما اعرف اللايف بتاع امبارح، انا ما تابعتك، لكن هو قال هو جاب اللايف بتاع امبارح وقال لي انت اتكلمت عن فرنسا، وفرنسا قال فرنسا ده ممكن قال ينقلك في
اقرب زمن ممكن قال لي يشيلك برا، قال انت ما قاعد في فرنسا، وقال ما تتكلم عن فرنسا. هو احمد غزاله ما فاضي عشان يقعد في فرنسا ولا اي حاجه، عشان هو خليه يعرف كويس، لانه هو ما فاضي، لانه احمد غزاله ده ممكن عنده بلد يجي عادي جدا. يعني شنو يعني هو قصده شنو يعني دار يرحبك بانه يعني خلاص، او لقى حاجه كده عشان دار يرحبك به ولا كده. يعني انا جبال طبعا والله ما تابعته طبعا، انا ما تابعته، لكن كده خلينا نشيلك ونرد عليه 5 دقائق. لا لا ما في مشكله يا زلمه. طيب اول حاجه رساله يا صلاح سندال، هو عارف صلاح سندال ده قاعد فين يا جماعه؟ في مصر ولا في المانيا ولا بتاع؟ ابوك يا اخوي كورك ساكت، انا ما سمعته، انا طبعا ما سمعته، جابوا لي بس طبعا قالوا اتكلمت صح؟ يا اخوي كورك ساكت، انبح ساكت. او صلاح سندال ده من وين يا جماعه؟ اكتبوا لي يا جماعه صلاح سندال ده من وين؟ انا ما اقدر اتطرق له، ادي الدعوه بس، الدعوه اهم حاجه، الدعوه عندي اهم من صلاح سندال. لكن صلاح سندال ده من وين؟ انت من وين صلاح سندال؟ فرنسا، انا مشيت للمنظمات هنا طبعا كلهم منظمات، قلت لهم انا داير انزل، لكن نزلوني لعبد العزيز الهيلو، قالوا لي لا لا ما في كلام زي ده كويس، تنزل في مطار الخرطوم، قلت له لا ما داير. ايوه نزلوني في جنوب السودان، في الجنوب هناك بواسطه الجنوب هناك، انا شنو بخش لعبد العزيز الهيلو، قال لي لا لا تنزل في بلدك في مطار الخرطوم، قلت له لا لا. عرفت كلامي؟ والله قلت له منزل عبد العزيز الهيلو، لانه دارفور لسه كان ملكلك تمام في مصر، قال لي يا غدا زول ارسل ساكت، ما عنده اي موضوع، خليه كورك. انا اقول له شنو؟ ما لازم يبكي يا جماعه، فرفرت مذبوحه يا جماعه، لازم يبكي. واحد قال هو قاعد في السعوديه، بعدين قالوا في مصر، في مصر الاغلبيه في مصر. يا اخوي كورك ساكت يا زلمه، اصل لازم ولازم تكورك. طيب يا جماعه الدعوه يا جماعه عشان اكسبوا الزمن، يا جماعه قدموا الدعوه عشان اكسبوا الزمن، انا خلاص زماني اكسب الزمن. من شندي قال لي لا لا ما في حاجه اسمه من شندي، من شندي كيف؟ ما في حاجه من شندي، ده عادي تقول. انا هسي كاتب احمد كسل، انا من كسل ما من كسل، ما في حاجه اسمه من شندي، قطيبه ما تابع انك رقعه جغرافيه معينه، ما في حاجه اسمه من شندي يا زول. شندي ده حق اهلها وحق ناسها يا زول، لو في السودان الكبيره الزريبه دي عندك حق المواطنه تقعد في شندي في اي محل، لكن اصلا انت ما عندك اصل. ايمانويل ماكرون اصلا من ليون، ليون بغديو ما من باريس، الرئيس الفرنسي ذاته من ليون اصلا، من اقليم بتاعت ليون. طيب الصفات، صفات صفات فالصو، صفات فالصو، صفات ديرة ناي، ديرة تحديث، صفات ديرة تحديث، صفات كلها فالصو، ديرة تحديث، التحديث. طيب شيل الفيسبوك برا، شيل الفيسبوك برا، وبعدك شنو؟ نزل فيسبوك جديد. الناس اللي قدموا دعوة دي الكتل قدامي ديل ابد تظبط معي هنا الدعوة، شايف دي كلها ابد تظبط، كلها كت، تعذر تعذر الا نشوف صفحات جديدة بعدها. دعوة ضروري، في زول قال دعوة ضروري، ده كده نديه. ايوه انت كده ظبط معي تمام، بعد ده قل لي انت تفتح بعد من عندك هنا. رفض موضوع طبعا بتاع الدعوة ده، صعب 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 مرة واحد. عبد المنعم انت صفحتك دي فالصو يا دول، جدد جدد الصفحه دي يا عبد المنعم، انت صفحتك دي تعذرت، الا شنو تفرمتها تشيل الصفحه دي برا، صفحتك دي فالصو. شفتها كميه بتاع الصفحات كلها عندها 2 3 سنوات، كلها شايف كلها كلها فالصو، كلها فالصو. كميه اكثر من 40 صفحه هنا جد ابد تشتغل معي.
طيب اسمك؟